برحب بحضراتكم في الفقرة الأخيرة اللي بتكون طبية واللي بتبقى من كل حلقة وحلقة موضوع مختلف وملف مهم، يعني أعتقد برضو في عالم الفيتامينز وغيره. خلينا نتكلم النهاردة عن عملية التمثيل الغذائي وإيه هي أهمية المكملات الغذائية، وهل هي أصلا ليها دور أساسي ولا حاجة رفاهية كده الناس اللي يقولك الناس المدلعة اللي بتاخد المكملات الغذائية. خلينا نعرف ده كله من دكتور دينا أبو السعود. بونجور. بونجور. إزاي؟ غيبة والله. رجعتك تاني. لا بجد حلو جدا ان احنا كمان نبدا من الكونسبت ده او المنظور ده في فكره ربط الثقافه بالمكمل الغذائي، ان هو نوع من انواع الايه الرفاهيه، الحاجه اللي هي الكيوت، مع ان الموضوع ملوش اي علاقه بالكيوتنس، يعني الموضوع اساس وطب وللاسف الشديد كمان لو فيتامين او اتنين من الجسم نقص او نقص بشكل شديد ده ممكن يؤدي لمشاكل صعبة جدا. طبعا. الموضوع او دي الصورة بقى الحقيقية اللي البعض غايبة عنه. طبعا صح. أهمية الفيتامينات والمعادن دي ليها أهمية كبرى لجسم الإنسان ولصحة الإنسان الجسدية والنفسية، مش بس الجسدية. أهمية الفيتامينز لرفع المناعة رقم واحد، لرفع التمثيل الغذائي وهنتكلم يعني إيه تمثيل غذائي، رقم اتنين لصحة الشعر والبشرة، رقم تلاتة ولدعم النشاط وعدم الكسل، رقم أربعة. فما فيش حاجة اسمها يا نهاوند ان انا اخد فيتامين او ما اخدش. الفيتامينز مهمة جدا، ولو احنا عملنا تيست فيتامينز هنلاقي كلنا عندنا نقص في الفيتامينز اصلا بقى. طبعا بقول اوكي لو احنا اكلنا صحي مش محتاجين سبلمنت من بره، بس ما حدش فينا بيقدر ياخد الكمية الكافية من الفيتامينز من الاكل، وبالذات فيتامين د مثلا. فيتامين د مش موجود في الاكلات خالص، ممكن يبقى في بعض الاسماك زي البسارية، بيقول لك بسارية حلوه جدا للكالسيوم، البسارية او بسارية الصغننه دي، لكن مش الريتسا بقى. لا مش الريتسا، عشان اتسممت من الريتسا في الويكند. ففيتامين د ما بناخدوش غير بسبلمنت او من اشعه الشمس، وبقيه الفيتامينات صعبه ان انا اعرف اكلها من الاكل الصحي، فلا غنى عن الانتيك للفيتامينز والمينرالز ديلي يوز. ده شيء يعني اساسي ومالوش اي علاقه بالرفاهيه، وده كلام علمي بتكلم فيه دكتور دينا. طيب خلينا نبدا واحده واحده كده. لما يجي شخص عادي يقول لك انا حاسس ان انا كويس، ما عنديش اي مشكله، انا عندي نشاط، ما عنديش كسل، وشي كويس، بشرتي كويسه، خلاص يبقى انا مش مضطر ان انا اخد مكمل غذائي. هل الكلام ده سليم؟ بيبقى اكيد من اعراض نقص الفيتامينز البشره الشحبه، الشعر اللي بيتساقط، الضوافر اللي بتتكسر، الكسل، الخمول، كل الحاجات دي بتبقى من أعراض نقص الفيتامينز. لكن لو هو عمل تيست الفيتامينز لقى أن في نقص ياخد، لو لقى أن هو طول الوقت بيعرف ياكل اكل صحي خلاص ما عنديش وده مشكلة. نادر الحدوث في الثقافه عندنا بتهيألي، لان احنا اكلنا أيوة. طبيعه حياتنا مش كده خالص. صح. وبالذات احنا كمصريين عندنا يعني هوس بالاكل المسبك والحاجات دي، ومش كل يوم نعرف ناكل الياف بالزبط. والخضار يقول لك ده اكل المرضى. ايوه انا والله جوزي يقول لي كده، اجيب له سلطه وفراخ مسلوقه يقول لي هو انا قاعد في مستشفى؟ ده الكونسبت، ده الكونسبت، فين الفته وفين الحاجات دي؟ ده كونسبت عندنا فعلا. فلازم ان احنا نعوض الكلام ده بالفيتامينات والمعادن المصرحه من وزاره الصحه. صح. احنا بنقيس مدى سعادتنا او سعاده ولادنا او مدى صحتنا بالتخن كمان. تقول لك بص بنتي راجعه من السفر ازاي، او من شهر العسل عدمانه، ولا مش عارفه بيقولوا ايه، بتقيس السعاده او الصحه بكده، شوف ابني مش عارف ايه. يعني عندنا مشكله فعلا في تغيير الثقافه، وده بالتالي بيلقي عبء كبير قوي عليكم كاخصائيين في هذا المجال، ان انتوا تغيروا الثقافه وبتبتدوا تقنعوا الناس ان يا جماعه الموضوع بالعكس، مش معنى انك تخين ان انت كده سليم صحيا، او مش معنى ان انت في زياده في الوزن يبقى انت كده شخص يعني جسمك كويس او صحتك. هنتكلم على موضوع زياده في الوزن دي كارثه. ده زياده في الوزن ده ممكن يكون في نقص فيتامين زي مخليها كده اصلا. طبعا وبالذات بقى انا بالنسبه لي جريمه لما الاقي اطفال عندهم سمنه مفرطه. يعني وقتها لما بتقولي لي الام تقول لك ايه ده بنتي ردت كده، جسمها رادد ووشها رادد. لا لازم نعرف ان زياده في الوزن ليها مخاطر كبرى انا مش هحس بيها دلوقتي، لو ما لميتش نفسي في الاكل
هيجي لي سكر، هيجي لي ضغط، هيجي لي مقاومه انسولين، هيجي لي كوليسترول، هيجي لي دهون ثلاثيه. بالظبط. لا طبعا يا نهوان، لازم يبقى عندنا الكونسبت والثقافه ان التخن ده مش حاجه لطيفه خالص يعني. طيب لو عدينا الستيج دي وابتدينا نقتنع شويه ان احنا لا، المكمل الغذائي ده امر لابد منه في حياتنا، وابتدينا نحس ان فعلا ممكن نفرق حتى فكريا، ممكن صحيا نفسيا لو اخذناه، نبدا منين ونبدا ازاي؟ الناس تبدا ازاي؟ فجاه كده اروح اشتري مكمل غذائي واخده وخلاص، ولا الموضوع يمشي ازاي؟ ببدا ان انا بغير لايف ستايل مع الب مالتي فيت. يعني انا على طول بقول من اهم المكملات الغذائيه او المالتي فيتامينز اللي عملت رواج كبير جدا في مصر، بقالنا قليل، احنا بقالنا 6 شهور 7 شهور، لكن اعتقد دلوقتي ما فيش بيت في مصر مش عارف ايه هو الب مالتي فيت او استخدم الب مالتي فيت. مع الب مالتي فيت لازم اغير لايف ستايل، مش معنى ان انا بقول خدوا فيتامينات عيشوا براحتكم يعني لا كسروا بقى الدنيا، خد ده وعيش مثلا يعني مع الب مالتي فيت هنشرب ميه كويس، هنحاول ناكل اكل صحي، نقلل السكر، نقلل الكربوهيدرات والنشويات، نقتلع عن الاقلاع عن التدخين. لا لا ما تطلبيش بقى حاجات مستحيله، نقلل في ناس عندها ده مش اوبشن للاسف يعني. ننام فترات كويسه، يعني ننام بالليل مش اقل من 7 ساعات عشان ده اللي بيعمل ديتوكسيفيكيشن للجسم، مع المكمل الغذائي الرائع المصرح من وزاره الصحه المصريه اللي بيديني مناعه وبيديني طاقه وبيعلي لي الميتابوليزم وبيعلي لي الحرق عندي. هو الب مالتي فيت الذي يحتوي على 13 عنصر من المعادن والفيتامينات. طب ايه اكتر عنصر ممكن نقول ان هو لا غنى عنه في صحه الانسان عشان برضو نبقى عارفين؟ اكتر فيتامين لا غنى عن صحه الانسان، ما اقدرش ان هو افضل واحد عن واحد يعني حقيقة. لو نقص ممكن يعمل امراض مزمنه او ممكن يوديني في سكه وحشه. فيتامين د اكيد دال. اكيد ده الحديد. لا الحديد ده إيه؟ ايرون. لا ده فيتامين. فيتامين ب فور شور. ده بي كومبلكس بقى بمشتقاته كله، لان انت عندك الكوبالامين بيدعم الاعصاب جدا، بيدعم كرات الدم الحمراء، عندك الفوليك اسيد مهم جدا. فيتامين ب بكل مشتقاته، عندك الكالسيوم، الكالسيوم مهم للستات قوي، لصحه عظمنا، لصحه سناننا، لانقباض عضله القلب، لصحه شعري. الزنك ده معدن مش فيتامين، مهم لكل العمليات الحيويه في الجسم، وكل الخلايا بتتجدد في الجسم محتاجه زنك. انا عندي داخل الب مالتي فيت الاعلى تركيز في الزنك، وتشز يعني انك انت بتاخدي زنك بتركيز عالي، ده مهم جدا كمان ان انا اعرف ارفع مناعتي بالزنك. لو هتكلم على الحديد، الحديد مهم عشان نقي من الانيميا، لكن الحديد من غير وجود فيتامين سي مش هيحصل له امتصاص اصلا. ممكن اقعد اكل في كبده ولحمه واجي اشوف الكومبليت بلاك بيتشر عندي، الاقي نقص في هيموجلوبين واقع والدنيا عندي بايظه عشان عندي نقص في فيتامين سي. طبعا. وعندي فيتامين سي كمان داخل الب مالتي فيت بتركيز عالي ب 500 مللي جرام، ومن اهم الفيتامينز هرجع اقول فيتامين ب لدعم التمثيل الغذائي، الدعم الميتابوليزم. من غير احنا حياتنا من غير تمثيل غذائي مفيش حياه، فلازم نعرف ان ازاي نقدر نعلي التمثيل الغذائي بتاعنا. يعني ايه تمثيل غذائي؟ ان انا ان انا لما اجي اكل جسمي يعمل تفاعلات كيميائيه ويحول لي الاكل لطاقه. فالب مالتي فيت دخله فيتامين بي المسؤول عن سرعه الايض عندي وسرعه التمثيل الغذائي، عشان لو التمثيل الغذائي عندي نقص او قل، معدله قل، هنخش في حاجه اسمها متلازمه ايض احنا في غنى عندها. متلازمه الايض. متلازمه الايض هي مجموعه من الكومبليكيشنز اللي بتحصل في الجسم بيترتب عليها امراض خطيره، زي نسبه السكر ترتفع في الدم لو انا الميتابوليزم بتاعي قليل، زي نسبه الكوليسترول ترتفع في الدم، الدهون الثلاثيه ترتفع في الدم، خلل في الهرمونات كلها. انا جسمي عباره عن هرمونز، بيحصل له كل الهرمونات عندي خلل، فكل ده بيؤدي الى امراض خطيره. الب مالتي فيت بيدعم جدا التمثيل الغذائي. طيب تعالي نروح يا دكتور زي ما احنا متعودين برضو لاسئله المشاهدين عشان نقدر نغطي كل الاستفسارات الخاصه بالتوبيك بتاع النهارده. اسلام محمد بيقول مساء الخير، عندي نقص كالسيوم، هل نسبه الكالسيوم الموجوده فيه كفايه بكم الموجوده في الب مالتي فيت؟ لو هو عنده نقص في الكالسيوم نقص قوي لازم يلجا وقتها للدكتور. انا بتكلم على الب مالتي فيت انه مش علاج. لو عنده نقص كالسيوم قوي ممكن يبقى عنده هشاشه في العظم او وات ايفر المشكله دي، ده تخصص الدكتور بتاعه. الب مالتي فيت دخله كالسيوم بنسبه 70 مللي جرام. اوكي. فدي
نسبه كويسه ان انا لو ان انا الكالسيوم بتاعي ما يعلاش، عشان كده بقول قلب مالتي فيت باخده ديلي يوز، باخده يوميا قرص واحد زي ما هيئه سلامه الغذاء مصرحه بيه اللي هو قرص واحد في اليوم. لو عنده نقص شديد يسال الدكتور هل قلب مالتي فيت كفايه ولا اخد قلب واخد اكسترا كالسيوم لوقت محدد الدكتور هو اللي يشرحه، عشان ما ينفعش نسبة الكالسيوم تعلى، لأن أكيد لو حصل تفكير للكالسيوم هيحصل مشكلة كبيرة. طيب زينب محمود بتقول شعري بيتشابك كتير قوي في بعضه برغم إني بعتني بيه وبسرحه على طول، كنت عايزة أعرف هل ده ممكن يكون سببه فيتامين وإيه هي الفيتامينات المفيدة للشعر؟ على فكرة التلبك بتاع الشعر ممكن بيبقى في المنطقة دي اللي هي في النص، نص الشعر دي ناس كتير بتعاني منه. أنا بقى عندي تلبك في المنطقة دي مش في النص، مش في الجنب ورا. في الجنب ورا عشان أختلف كل واحد يعني. كل واحد على فكرة بتهيألي حسب النومة ولا هو على فكرة عشان كده فعلا على فكرة صح ملهاش علاقة بالفيتامين. لا لا لا، في لو عندي جفاف في شعري بيبقى ليها علاقه بالفيتامينز والميه، فلازم تتاكد من نسبه الحديد عندها كويسه. ومن اهم الفيتامينز لصحه شعري البيوتين، بيوتين وزنك، والاثنين متواجدين. تاخد الب مالتي فيت هتاخد قرص واحد بس من المكمل الغذائي اي ال بي على كوبايه ميه كبيره سواء بعد الفطار او بعد الغداء، ما بنصحش بيه قبل النوم اطلاقا. تمام. صلاح عدوي، ممكن الاقيه في الغربيه ولو ما لقيتهوش في توصيل؟ طبعا شركه بايو ناتشرال احنا متواجدين في سلسله صيدلات كبيره، ودي بتطمن الناس ان انا اعرف اخد فيتامين من الصيدليه، معنى كده انه واخد التصريح. اللي عايز ياخده من سلسله صيدلات كبيره احنا موجودين في كل محافظات مصر، بلس ان الشركه بتوصل لحد باب البيت. اهم حاجه هي دي الارقام بتاعتنا اللي على الشاشه. وللساده الصيادله لازم اقول برضو ان احنا متواجدين في الشركه المتحده للصيادله، دي اكبر شركه توزيع في مصر والوطن العربي، بتوزع الادويه والكوزماتكس والفيتامينز. فالرقم الكود موجود كمان على الصفحه، الدكتور الصيدلي او الدكتوره الصيدليه تقدر تطلب قلب مالتي فيت داخل الصيدليه بتاعتها. مهم قوي بس ان حضراتكم ما تجيبوهوش غير من الارقام دي او الخدمات الموثقه او الصيدليات التابعه يعني، لكن غير كده لا، يعني ما تروحش بقى الحاجه في ناس بتبيع في الشارع، في ناس بتبيع في اسواق الجمله وحاجات زي كده، ما فيش الكلام ده. ده مهم جدا لان يبقى الكوبي موجود تبقى كارثه مش طبيعيه. ده صح. مهم جدا. طيب ماجد محمد هي مشكله كمان يا نهواندي اللي بتقولي الحاجات اللي في الشارع بيعملوا ريسايكلينج يعني لما مثلا اي مش بتكلم على الف مالتي فيت، بتكلم على اي كوزمتيك عندي قبل ما ارميه احاول اقطعه عشان ما يحصلش ريسايكلينج ليه تاني او اكسره او وات ايفر. انا مش عارفه الناس دي يعني ما تبعات ده تبقى وحشه جدا، ده ممكن يجيب لا قدر الله كانسر ويجيب حاجات وحشه صح. جدا يعني صح. لما الاقي مثلا سان بلوك بيتباع ب 450 وهي بتبيعه ب 50، ما مش طبيعي يعني، مش طبيعي انا استخسر اجيب نوع رخيص لكن صح. ما استخسرش في حاجه كده فيك تجيب لي لا قدر الله مشكله. عندك حق طبعا. انا يعني بيصعب عليا الناس فعلا اللي بتشتري منهم صح. يعني حقيقي والله صح. ماجد محمد، هل ينفع اخد اكتر من مكمل غذائي مع بعض في فتره يعني النتائج هتكون كويسه؟ لو هتكلم على قلب مالتي فيت انا مش محتاجه مكمل غذائي معاه، لو بتكلم على الفيتامينات القابله للذوبان في الميه لان هو فيه 13 فيتامين وعنصر، انا مش محتاجه اعلي من النسبه. لكن لو عندي نقص في فيتامين د اللي قلت عليه مهم باخده من بره، لو محتاجه اوميجا مع قلب مالتي فيت باخده من بره، لكن فيتامينات ثانيه مع قلب مالتي فيت لا ما بنصحش. طب الدوزز الزياده ممكن يعني تضر؟ ممكن واحد يقول لك لا انا هستسكى بقى، انا الاقي نتيجه كويسه اخد اكتر من البيل الواحده او الكبسوله الواحده؟ تضر الحقيقه. تضر 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 في ايه؟ يعني الجسم محتاج نسب معينه. طبعا قلب مالتي فيت الحلو اللي فيه ان الفيتامينات اللي فيه قابله للذوبان في المي في الماء، فملهاش تخزين في الخليه بتاعتي، العالي منه بينزل عن طريق البول. بتكلم على الفيتامينات القابله للذوبان في الدهن، لما بيعلى ما بينزلش على البول، بيتخزن في الخلايا فبيحصل مشاكل. لو هتكلم على قلب مالتي فيت لو اخدت اكتر من دوز هو ما بديش فيتامين توكسيستي بس بتحملي على الكلى، فده مش لطيف ان انا اقعد احمل على الكلى حاجه. فهو القرص المصرح بيه هو قرص واحد بس. عايزه تاخدي اكتر من قرص لو حد عمل تحليل فيتامينات لا في نقص شديد، تسالي الدكتور هل ينفع مثلا اقعد شهر اخد قرصين وبعديها اكمل على قرص واحد. دي وقتها الدكتور هو اللي بينصح لو هاخد اكتر من قرص.
طيب هل ممكن مثلا ليتس سي حد يقول لك طب الزنك الدوز بتاعه جوه الب مالتي فيت مش كافي، ممكن مع الب مالتي فيت اخد زنك لوحده؟ انا عندي اعلى تركيز في الزنك، مش محتاجه زنك اكتر. طب لو اي فيتامين تاني؟ لا، لان انا الب مالتي فيت الفيتامينات اللي فيه افريج، يعني تحت الحد المسموح بنسبه بسيطه عشان اعتمد احاول اعتمد على الاكل. لكن لو اخذت اكتر من كده لا، ما انصحش اطلاقا. هي قرص واحد بس في اليوم حتى لكبار السن. يعني ممكن حد يقول لي طب لو انا مثلا جدي جدتي ياخدوا اكتر، لا هو قرص واحد هو مناسب لكبار السن، مناسب من سن 13 سنه، مناسب لاصحاب الامراض المزمنه من ضغط من قلب من سكر. فدي حاجه كويسه جدا، مناسب للحامل لانه بيحتوي على فوليك اسيد، لكن احتمال تحتاج كالسيوم بعد الشهر الثالث او الرابع زي ما الدكتوره، هتحتاج كالسيوم اعلى بكتير. أوكي. بكتير من الب مالتي فيت، فلازم برضو تستشيري الطبيب. لو هتكلم عن لا قدر الله اصحاب الامراض الكلى او امراض الكبد، اي حاجه بياخدوها تحت استشاره الاطباء بتاعتهم. طيب عندي برضو السؤال لو تسمحي لي، القصه هنا ان البعض مثلا ممكن يجي يقول لك طب ما انا مش شايف فيتامين معين موجود، زي مثلا الحاجات اللي بتاثر على الميموري الذاكره. ايه الفيتامين اللي في الب مالتي فيت موجود ونسبته قد ايه، وهل ممكن معاه اخد اوميجا 3 مثلا؟ لان موضوع الذاكره ده مشكله للطلاب، مشكله للناس الكبيره في السن، يعني فئات كتيره من المجتمع بتعاني منه. عشان كده اللي عنده ذاكره شويه قليله يقول لك كل سمك كتير. لان السمك والله باكل ما بتاثرش انا الذاكره. انا بعد الكورونا باي ذا واي، يعني من تاثيرها كان ان انا الميموري بتاعي ما بقاش زي الاول. ده بجد؟ لا، ما انت ممكن برضه يبقى عندك نقص فيتامين. كنت كويسه والله الاول من ساعه الكوفيد، يعني كان بالعكس انا افتكر التفاصيل. وناس كتير جدا اشتكت بعد الكوفيد ان موضوع الميموري عندها ما بقاش زي الاول. هي الميموري تزداد برضه بالاوميجا رقم واحد. الاوميجا 3 اوميجا مهمه جدا، مع اوميجا فيتامين ب كومبلكس اللي هو بقى في الب مالتي اللي موجود في الب مالتي فيت، فاقدر اعمل المزيج الاثنين مع بعض، يعني قرص من ده وكبسوله من ده وات ايفر. هتلاقي الذاكره عندك نشيطه جدا. والله في حاجات بنحب ننساها مش هقول. طيب خلينا نتكلم في الثقافه العامه بقى ان جنرال، فكره المكملات الغذائيه هل هي حاجه مستحدثه ولا حاجه من زمان؟ يعني هل الموضوع ممكن حد يجي يقول لك دي موضه جديده جت علينا، ما كناش جدودنا ولا اهالينا زمان عايشين بمكملات غذائيه؟ ترد ازاي على ده؟ لا، هي مش حاجه مستحدثه، ده علماء كانوا بيعملوا ابحاث من زمان جدا عن اهميه الفيتامينات والمعادن. ما فيش حاجه مستحدثه اطلاقا. وكان في لونس باولينج، ده عالم كيميائي واخد جائزه نوبل في علم الكيمياء، لما عمل ابحاث على الفيتامينات والمعادن قال الجمله بتاعته الشهيره، لو اي بني ادم توصل للمعدن او الفيتامين اللي ناقص في جسمه هيقي نفسه من امراض كتيره جدا. الكلام ده من يمكن من 100 سنه، هو الراجل مات دلوقتي. فبقول لك هي مش مستحدثه. هي الفكره ان لما جه الكوفيد والفيروسز اللي انتشرت عمل ألار، عمل لنا ايه؟ خلوا بالكم بس. لكن هي مهمه من زمان جدا، وعلم الفيتامينات والمعادن ده من قديم الازل اكيد. اكيد. بصي هو الوقت بيجري يا دكتور، بس حابه برضو اختم بالنصيحه تقوليها للاشخاص اللي بتخاف من المكملات. ده في ناس مش بتخاف من المكملات الغذائيه، في ناس بتخاف من الدواء بتاعها. يعني علاجك اهو بيخافوا ياخدوه، فما بالك ان هم ياخدوا مكمل غذائي برضو بتبقى ثقيله. فهختم بالنصيحه دي، ازاي ممكن نرد على الناس دي او نطمنهم؟ طبعا يعني بنصح كل الستات وكل الرجال اللي بيتفرجوا علينا ان الفيتامينات والمعادن ليها اهميه قويه جدا، وما نخافش من الحاجات اللي موجوده في الصيدليه، الحاجات المرخصه يا اما من وزاره الصحه المصريه يا اما من هيئه سلامه الغذاء. وبنصحهم ان احنا نشرب ميه كويس قوي، والدواء اللي الدكتور بيكتبه ما فيش حاجه اسمها مخدوش اطلاقا. لو هتكلم عن الادويه، لا افراط في الانتيبيوتكس، لا افراط في المسكنات. دي نقطة كويسه قوي، مهمه جدا، الحاجات دي بتهد المناعه. لا افراط في المسكنات، ولا افراط في الكورتيزونات من غير استشاره الطبيب. دي مهمه جدا. لكن الفيتامينز ملهاش اضرار ما دام باخدها بالجرعه المصرح بيها، ما عنديش اضرار خالص منها. هايل دكتور دينا، نورتينا بجد حبيبتي. نشوفك ان شاء الله في ملف مختلف، واكيد هيكون ملف مهم لحضراتكم. يعني بنحاول من خلال كل ملف مختلف ان احنا نطور او نثقف نفسنا بمعلومات جديده تهم صحتنا. اكيد هنروح دلوقتي فاصل برضو طويل زي ما كنت بقول لحضراتكم امبارح، هنروح فاصل ونشوفكم بكره ان شاء الله حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.